أمس وقفت علي السيارة، رحت حق أخوي سعود خد سيارة من سايرهم تاكسي، وأنا واقف في الشارع يعني واحد وبنت زوجته. ممكن توصلنا؟ وين متروحوا؟ شجرة الحياة. خدتهم ووصلتهم، بس لما وصلنا هناك ونزلوا عند الشارع صبوا عليها ماء، وبعد فترة حسيت أن أمينة كانت معاي. جاسم، حملني مسؤولية مرض أمينة. تبين حاجي؟ أنت ايش كثر صار لك تنام مع الطبول والجربة؟ أنت تقص علي؟ أمينة وعارفين أن ما لها علاج، وأنتوا نورة لازم تعيشون حياتكم. فكرت تتزوج علي؟ الحين أنت تدل شجرة الحياة؟